من أهم الملفات وأهم الأولويات اللي العالم كله بيتكلم عنها، ومهم جدا الملف ده، لازم يعاد النظر ليه بشكل جديد. بس خليني أعرف إيه أهم الملفات المطلوبة من وجهة نظر اتحاد الصناعات تجاه، أو من وجهة نظرهم شايفين أهم الملفات إيه لوزير الصناعة الجديد دكتور محمد بهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير على الذهن وعلى السادة المشاهدين يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. حضراتكم في اتحاد الصناعات مع وجود وزير جديد للصناعة، شايفين إيه أهم الملفات من وجهة نظركم؟ هو طبعا يعني وجود وزير جديد او اي تغير بيحرك المياه، اعتقد ان ده شيء مهم بالنسبه لنا في الوقت الحالي نتيجه الازمات المتلاحقه يعني. نعم. بالنسبه طبعا مهندس احمد سمير، المفروض يعني ان هو وزير، كما انا اطلقت على وزير الماليه قبل كده ان وزير عنده خبره وزير. وزير الصناعه النهارده هو كان بيتولى هذه الملفات طبعا في جانب اخر لما كان رئيس لجنه الصناعه ثم رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب. الوضع هنا بقى مختلف تماما، انت بتتكلم من جانب تشريعي لجانب تنفيذي. صحيح، ولكنه بمذاكر الملفات فده يعني هيأثر المسافة، لأن هيبقى هنا اتخاذ القرارات أسرع كثيرا. نعم. جدا في فترة جلوسه يعني على الكرسي أو استعداده لحل المشاكل. الحقيقة احنا يعني ولا ما عندناش مشاكل مع وزارة الصناعة ولا المالية، احنا مشاكلنا كلها طبعا في تدبير النقد الأجنبي، وأظن ده موضوع مثار من فترة وكل مصر عارفة التأخر شديد جدا في طبعا ورود مستلزمات الإنتاج أو الخامات. نعم. طبعا يعني الدولة بتسعى، وإحنا كمان كاتحاد صناعات، إلى فكرة تعميق التصنيع المحلي. والدولة توطين الصناعة طول الوقت. سيادة الرئيس يتكلم على توطين الصناعة. هو صحيح، يعني استاد رئيس الجمهورية من فترة الرئاسة الأولى وكان يتحدث عن الصناعات الصغيرة اللي احنا بنقول عليها صناعات مغذية. نعم. اللي هي تزيد الادد فاليو او القيمة المضافة في الصناعة. وانا بعتقد ان ده يعني اللي اشتغلت عليه كل الدول اللي نامت، وطبعا اشهرها الصين يعني. نعم طبعا. فهذا يعني اولا التوجه الحديث وفكرة التغير اللي حصل في الوزارة. احنا بننتظر منه كثير من الملفات، ويمكن طبعا ده موضوع طويل، لكن نقدر نختصر الاساسيات أنه لابد أن يكون هناك ربط بين وزارة الصناعة وبين الجهات ذات الصلة، وخاصة وبين جهاز إيه يا فندم؟ بين الجهات ذات الصلة. الجهات ذات الصلة. تمام. نعم نعم. وأولها البنك المركزي لتدبير العملة للصناعة. تدبير العملة دي أهم حاجة بالنسبة لكم كاتحاد صناعات. طبعا، لأن حضرتك النهارده ده طبعا له تأثير سلبي ومدمر، في مصانع كتير متوقفة النهارده. نعم. نتيجة عدم حصولها على طبعا يعني العملة لشراء مستلزمات، وما فيش طبعا في العالم كل دولة بتصنع كل يعني احتياجاتها. فاحنا عندنا ما زال بعض سلاسل الامداد بنعتمد على الدول الخارجية. نعم. فلما يكون هناك 5 أو 10%، وخاصة في صناعات شديدة الحساسية والاستراتيجية مثلا زي صناعات الدواء مثلا. ايوه. يعني عندما يتوقف هذا القطاع. نعم. انت عندك اشكاليه كبرى طبعا، وتاثير مباشر على المواطن. طبعا طبعا. الشيء الاهم ان يكون طبعا يعني لدى الوزير، واعتقد ان هو مدرك تماما المهام الموكله ليه في الفتره القادمه، ان يبتدي يتكلم على فكره التخطيط للصناعه ودور الدوله. تخطيط. ان احنا نضع اولويات. طبعا يعني كل لدينا خطه ممنهجه لتسكين الصناعات اللي بتنقل التكنولوجيا، والصناعات ايضا اللي بتهدف الى التصدير. نعم. لان في ظل طبعا الانكماش اللي حصل، وطبعا نظره الموارد بالنسبه للعمله الاجنبيه. حضرتك النهارده لما تمولي صناعات تصديريه يعني كل دولار هياتي ب4 أو 5 دولارات. نعم نعم. فده مهم جدا. الشيء الثاني ان طبعا المهندس احمد سمير هو طبعا كان مهندس طبعا قانون التراخيص الصناعيه في الفتره الاولى لمجلس النواب. ايوه. واعتقد ان هذا الامر يحتاج ايضا لمراجعه، احنا ما زلنا لدينا بعض بقايا الدوله العميقه اللي بيراهنوا على تعذيب المواطن في الحصول على التراخيص. الشيء الثاني هو طبعا تنازع الاختصاصات بين الوزارات المختلفه. نعم. لان هناك وزاره تمنحك ترخيص واخرى تاتي لغلق المصنع.
لأسباب غير واضحة، لأن لابد أن يكون لدينا هذا المانوال أو الكتالوج اللي بين المتعامل أو المصنع وبين جهات الرقابة. نعم. وزي ما سيادة الرئيس أشار في مرة من المرات وكان عنده كل الحق، أن الجهات الرقابية أساسها في الأول أن هي تساعد المصانع على الاستمرار. فكرة الغلق أو العقاب ما أعتقدش أنها حتأتي بنتائج إيجابية. نعم. أنا شايف أن المرحلة القادمة بتحمل كثير من الأمل مع المهندس أحمد سمير، وبننتظر إن شاء الله أن طبعا الخير لبلدنا في الأيام القادمة إن شاء الله. يا رب يا رب يا دكتور محمد، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد.